تعالى بقى نبدأ، بس مش هنبدأ بالمونديال زي ما احنا متعودين، هنبدأ بأخبار النادي الأهلي وهنقول صباح النصر، لأن عندنا كذا سبب نقول بيه صباح النصر النهارده، بس مش في كرة القدم، هنتكلم عن يعني صباح النصر مع كل بقى الألعاب كمان. امبارح تحديدا هنتكلم عن أهلي 2006 فاز على الزمالك يعني 2-1، ده ضمن مباريات بطولة الجمهورية، وكمان فتيات الذهب لكرة الطايرة فازوا على فتيات الزمالك في قمة الدوري للكرة الطايرة بنتيجة 3-1. عشان هنا نتكلم ان احنا بنستمر في صدارة الحمد لله المسابقة، فمبروك للاعبينا ومبروك للاعبتنا، ودايما الاهلي بجد قلعة البطولات، ودايما الانتصارات بتبقى معانا، والاهلي نرجع نقول تاني بمن حضر، وبمن حضر مش بس في الفريق الاول لكرة القدم، بمن حضر في كل الالعاب، وده اللي بيأكده الواقع، ودي اللي بتأكده الارقام. وهنا برضو يا كريم خلينا ننتهز يعني، او انا هستغل الفرصة دي ونوجه رسالة للناس كلها اللي بتتابعنا، وكل لاعب كل لاعبة حتى فضّأ له هنا مش لغة الاحتراف لا ولا الانتماء، فضلوا لغة المال، ومش هقول أسماء ومش هنتطرق أبدا، ده مش مستوانا ولا ده اللي احنا نعرفه عن النادي الأهلي ولا على قناة النادي الأهلي، ما نتكلمش بأسماء، بس بيبقى كل واحد عارف نفسه يا كريم، عارف بطبيعة الحال. يعني فكرة هنا إن أنا أشيل لغة الانتماء للكيان اللي أنا ابتديت فيه ونجحت فيه واللي دعمني عشان لغة المال، خلاص كل واحد عارف هو بيعمل إيه كويس قوي، محدش بقى بعد كده يبقى يزعل أو يندم أو يحاول إن هو يرجع النادي الأهلي مرة تانية، لأن أكيد مش هيبقى ليه مساحة أو مكان بينا يعني. على كل حال إحنا هنتكلم تاني ان احنا بنقف على صناعة المجد، بنقف على صناعة الأبطال، فاللي بينتمي او المنتمي للكيان بيستمر لما يعني، سواء انت بتتكلم ان انت قدمت او ما قدمتش، لا خلاص انت بتنتمي لهذا الكيان، وإحنا هنكمل سواء بيك او من غيرك، بس طول ما انت بتقدم، طول ما انت بتراعي هذا الكيان، اكيد الكيان على الصعيد الثاني كريم بيقدرك. فعلى كل حال مبروك وانجازات رائعه جدا. والحقيقه لو هنرجع بالزمن لورا شويه هنلاقي ان في ازمنه مختلفه كان في اكتر من قصه تنطبق عليها الكلام اللي نهاوند او ينطبق عليه كلام اللي نهاوند بتقوله لحضراتكم، وفعلا بتلاقوا في نهايه المطاف ان في ندم موجود بوفره عند اللاعب اللي فضل المال على الانتماء لكيان زي النادي الاهلي.